الفيسوس العالمة خرجوا النساء والرجال والأطفال وكلهم باش يدينوا المحرقة ديال رفح ويدينوا هاد الإبادة الجماعية اللي تتعرض لها غزة وفلسطين أمام مرأى العالم وحقوق الإنسان والعالم، ولا أحد يحرك ساكنا. وفي الوقت الذي تباد فيه الأطفال وتحرق فيه الجثث وتقطع فيه الرؤوس، العالم ساكت، خاصة الدول العربية وكذلك المجتمع الدولي. فإحنا في سوس العالمة نخرج لنقول لا للإبادة ولا لتقتيل هذا الشعب المحاصر في غزة، ونحن مع الحق الفلسطيني ومع قضية الأمة اللي هي فلسطين حتى التحرير التام من النهر إلى البحر، وإذ ندين هاد المحرقات وهاد الإبادات. فإننا كرجال ونساء من المغرب نرسل صوتنا عاليا لكل مطبعين وخائن ولكل من يساند الصهاينة في تطبيعهم وفي علاقاتهم سواء المدنية أو العسكرية أو الاقتصادية، فإن هذا خيانة لهذه القضية. فإننا من منبرنا هذا ندين هذا التطبيع. فإن كان الصهاينة يبيدون إخواننا في فلسطين فنحن كذلك نساهم في هذه الإبادة بسكوتنا عن التطبيع وبسكوتنا وعدم تنديدنا وخروجنا إلى الشارع لكي نندد بهذه المجازر. فتحية لكل حر ينبض الظلم والعدوان، وتحية لكل من يندد بالمطبعين الخائنين، وتحية لكل من يدافع عن حقوق المظلومين ويرفع راية الإنسانية التي أبيدت تحت أقدام الصهاينة والمطبعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتجي هذه الوقفة تفاعلا مع الأحداث الجارية في غزة الصمود، غزة الإباء، واحتجاجا على مجزرة رفح، هذه المجازر التي تأتي بعد القرار ديال محكمة العدل الدولية بإيقاف العدوان وبإيقاف الإبادة. تأتي هذه الوقفة كذلك تضامنا مع ما يعيشه إخواننا في غزة من تجويع ومن تهجير ومن مجازر. الوقفة التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، احنا كشعب مغربي نلبي نداء إخواننا في فلسطين، نحتج على ما يتعرض له قطاع غزة من تجويع ومن إبادة ومن مجازر تلو المجازر. نستنكر الصمت الدولي والصمت العربي. كذلك نقول للمطبعين، نقول للمتواطئين، نقول للخانعين وحتى الصامتين، كفاكم صمتا، كفاكم تواطؤا، كفاكم تطبيعا. الشعب الفلسطيني في غزة يباد. كذلك نحيي إخواننا في غزة، نحيي الشهداء، نحيي المقاومة البطلة التي اعطت الدروس ودروس للكيان الصهيوني في الأرض على الميدان. وتحية، شكرا لكم. جئنا اليوم لكي نندد بالإبادة الجماعية التي يشهدها قطاع غزة ومؤخرا رفح في خرق سافر لحقوق الإنسان. رأينا كيف أباد هذا الكيان الصهيوني جميع المكونات الشعب الفلسطيني، لا سيما الأطقم الصحية، لا سيما الأطقم الصحية كما قلت. لقد رأينا كيف أنه أطباء استهدفوا بطريقة مباشرة. ونحن اليوم لكي نناشد الشعب المغربي الذي لطالما كان مؤيدا لهذه القضية الشريفة، قضية الأحرار، أن يقاطع المنتوجات الصهيونية لا سيما الأدوية للمختبرات الصهيونية التي تغولت في بلدنا الحبيب، في بلدنا المغرب، لا سيما أنه لدينا الأدوية البديلة. وبالتالي فأناشد كذلك الأطباء لكي لا يصفوا هذه الأدوية، وهذا أقل ما يمكن فعله في هذه الظروف الحرجة. ونسأل الله أن ينصر إخواننا في فلسطين،
فقضية فلسطينية دائما كانت في محور القضايا المغربية وستكون إلى الأزل إن شاء الله. كما كتعرفوا جينا اليوم لهذه الوقفة الاحتجاجية بمدينة أكادير اللي تنظمت الحمد لله، وحنا كنجيو لهذه الوقفات هادو ماشي نصرة لإخواننا في غزة وإنما باش نرفعوا شوية الدل اللي علينا، حيت الحمد لله كما كنعرفوا إخواننا في غزة ولا فلسطين عامة يعني عندهم الحمد لله واحد العزة والمقاومة قائمة خدمتها الحمد لله، والنصر إن شاء الله راه قادم بإذن الله قادم، ونراه رأي عين، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يعجل بالنصر لهذه الأمة وأنه يحقن دماء المسلمين في كل مكان. كما كتشوفوا كما وقع مؤخرا في رفح يعني جات كردة فعل الأسر ديال بعض جنود الصهاينة كما كتعرفوا، الحمد لله المقاومة يعني قائمة بالواجب وبخدمتها، ويعني كانت مجازر شنيعة جدا، قتل الأطفال ويعني المدنيين المساكين اللي ما داروا لا بيدي ولا برجليهم، وكنشوفوا ديك المشاهد الشنيعة والفظيعة يعني ضد الإنسانية وضد الدين وضد الفطرة وضد أي حاجة، ولكن ان شاء الله واخا هكاك كنشوفوا النصر قادم باذن الله، والله سبحانه وتعالى غادي ينصر المسلمين. وشكرا لكم، وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.